Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. Today inshallah we're gonna talk about another two letters. These letters are R and S. R and S. So let's get started. Let's start with the letter R. So the letter is R, but the sound is R. R. عايزك تلاحظ حاجة معايا في الحرف ده بالذات دونا عن كل الحروف اللي موجودة في اللغة الإنجليزية، لأن ده بيميز قوي النيتيف سبيكرز. يعني حرف الR لما باجي أنطقه دايما بضرب بوز كده R. دايما بمد شفايفي لقدام عشان أنطق الحرف ده R. وطبعا طرف اللسان بيكون في الجزء الخلفي من الفم. R. So let's take some words which begin with the letter R. 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 Rabbit. Rabbit. R. R. Read. Read. R. R. Run. Run. So let's see how to write the uppercase R and the lowercase R on the lines. تعال نشوف ازاي هنكتب ال R capital, R small or the uppercase R and the lowercase R on the lines. لما اجي اكتب ال R capital على السطور هبدأ من السطر الاول. هبدأ من السطر الاول لغاية السطر التالت بالمنظر ده. بس straight to the third line. وبعدين curved line to the second line. حدي curved line كبير to the second line. Then a diagonal line خط مايل لغاية السطر التالت. Again هبدأ من السطر الأول straight أهو لغاية السطر التالت. وبعدين أجي curved line خط منحني لغاية السطر التاني. وبعدين ألي أدي diagonal line خط مايل لغاية السطر التالت. تعال نشوف على الثلاث سطور هتبقى ما بين الثلاث سطور اهو. هبدا من السطر الاول للسطر الثالث وبعدين curved line to the second line وبعدين ادي diagonal line خط مايل ثاني اهو straight curved then diagonal. لما يكون على السطرين هبدا من فوق السطرين وانزل لغايه السطر الثاني وبعدين ادي الكيرفد لاين بتاعي وبعدين diagonal line خط مايل اهو من فوق السطرين انزل لغاية السطر التاني وبعدين الكيرفد لاين بتاعي بالمنظر ده وبعدين diagonal line لغاية السطر التالت. طيب ال R capital هتبقى فوق السطر وبعدين الكيرفد لاين to the middle لغاية المنتصف وبعدين الستريت لاين لغاية السطر اللي موجود عندي. طيب اهو من فوق وبعدين curved line to the middle وبعدين ادي diagonal line. طيب تعال نشوف how to write the R small. ازاي هنكتب R small on the lines على السطور دي. قال ال R small بسيط جدا. قال لي هيبقى between these two lines هيبقى بين السطرين دول. ادي straight line خط مستقيم بين السطرين وبعدين ادي curved line يبقى خط منحني بالمنظر ده على السطر الاولاني اهو ما بين السطرين وبعدين منحني على السطر الاولاني ما بين السطرين منحني على السطر الاولاني ما بين السطرين curved اهو ما بين السطرين curved. خلي بالك انا ما بكتبش اتنين لان في ناس لما بتيجي تكتب الار سمول بتروح جاي عامله اتنين. لا لازم اعود ابني كده ان اللي فوق ده بيبقى منحني سنه ما بيبقاش مستقيم. طيب اهو ما بين السطرين وبعدين شوف منحني اهو منحني منحني. طيب وده برضو هيبقى فوق السطر خط صغير وبعدين هنا منحني اهو وبعدين منحني بالمنظر ده. This is how to write R capital, R small on the lines. Our second letter today is S. S.
So the letter is S, but the sound is S, S, S. And take care, it's a voiceless sound. قلنا إن الصوت ده ما ينفعش يطلعه باستخدام الأحبال الصوتية. S, S. So let's see some words which have the sound S at the beginning. S, S, sun. S, S, sun. S, S, seat. S, S, seat. S, S, see. S, S, see. So let's see how to write the uppercase S and the lowercase S on the lines. تعالوا بينا نشوف إزاي هنكتب حرف ال S capital وال S small على السطور. لما أجي أكتب ال S capital على الأربع سطور، هنا لازم أبدأ من السطر الأولاني. هنزل من تحت شوية وبعدين أدي ال curved line لغاية السطر الثاني، وأعكس ب curved line لغاية السطر الثالث كده. At S capital. S capital. مرة تانية. هاجي من هنا من تحت السطر بسنة بسيطة وبعدين أطلع أعمل ال curved line بتاعي، الخط المنحني بتاعي لغاية السطر الأول، وانزل بالعكس وادي المنحني بتاعي لغاية السطر الثاني. At S capital. لاحظ اللي هي ما بين الثلاث سطور الأولانيين، الرابع ماليش دعوة بيه. طيب تعال نشوف لو هي على ثلاث سطور هتبقى ما بين الثلاث سطور. قلنا من تحت السطر سنة وبعدين اعمل الكيرفد لاين بتاعي وانزل العكس الكيرفد لاين وبعدين اطلع سنة بسيطة كده. S capital. مرة تانية، اهو من تحت السطر بسنة وبعدين اعمل الكيرفد لاين بتاعي كده وبعدين انزل الكيرفد لاين the opposite direction في الاتجاه المعاكس كده. It's S capital. مرة تانية، لو هنا على سطرين هبدأ من فوق السطرين واعمل المنحنى بتاعي وانزل تاني اهو اهو. It's S capital. طبعا على السطر هتبقى فوق السطر. انا ممكن اقول لأولادي يا شكل ليه بطة بس ما بتكملش للآخر، يعني كده بتيجي في النص ما بتكملش للآخر كده اهو. It's S capital. طيب ال S small، قال ال S small بتبقى شكلها بالظبط بس بتبقى ما بين السطرين، يعني هنا هتبقى ما بين السطرين دول، هتبقى بالمنظر ده بالمنظر ده. هبدأ من السطر التاني وتبقى ما بين السطرين، بين التاني والتالت، هنا برضو بين التاني والتالت اهو. هنا ما بين السطرين اهو، ما بين السطرين. هنا هتبقى برضو على السطر، مش هتنزل تحت السطر. So this is the way we write R capital, R small, S capital, S small. Thank you very much for watching and don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.